صدق ذاك النهار كنت عند البل ولا مو بنا ابوي يعاني لا ذاك راعي جيب يدرجني على بحرنا صدق والله اسمع اسمع ماجد عيال اكل واسلم روح لذاك راعي الجيب يدرج عند بحرنا ابوي يعاني من بعيد لا واحد من اخواني ماخذن جاب ابوي زين وبيحس منه هو يعني رايح المشوار وراجع زين يحس منه ابوي انه زين مع بحرنا ابوك يحسب من؟ واحد من اخواني ماخذن جاب ابوي ورايح على مشوار ابوك يحسب انه ابوي كان عند العزبه ويشوف البل هنا بعيد ويشوف راعي الجيب ذاك اللي يدرج معها ويردها ويروح معها قال اكيد الولد جاء زين يوم خذ ابوي وينزل ابوي عند رجال كل ما الحلو اللي يجيك ذاك هذا ياخذ من عنده ما يقول له راح اجيبه مجاني يقول لي ابو قندي لا ما هو بجيبه مجان غريب اي وعيب ان الرجال يجيك يتمشى ببعرك انا لازم تصادق ايه يوم بيشاف ابوي قال السلام عليكم ابوي عينه قال وعليكم السلام ابوي ما يبغى ما يبغى ابوي لما قال قالب شرعت عليه استاذ قال هو عندك شيء للبيع شرعت يعني زي كذا قال لي شيء للبيع قال ابوي لا ما عندي شيء بلا الترك يوم راح ما سمعت الترك يوم راح اليوم اللي بعده كانت بعرنا فلي فيها عندنا شو اسمه زي العقوم حق بزرع قديمه زين ولازم تطمرها هل بتروح وراها هنا فهمت ما نروح من وراها وبعرنا كانت هنا وتجيها بعر هاجه وترجع البل وقبل ما تعدى العقم في حفره فيها مويه تكسر لا وتجي ناقه وتنزل من عقم زت من العقم الذي قدامها يتزحلق ويتروح داخلها من زلقت طاحت على جنبه فهمت والبل راحت ويروح يلعب هجته وبيروح يرد البل يرد البل وخذها الناقه طاح ويدق علينا انا كنا ذاك النهار انا ظاهر من المدرسه ارجع للبيت الباب ويدق علي يقول الناقه طاحت اجل الحقهم تعال طيب نجي مروحين يوم جينا للناقه طاحت على جنبها ايه رقبتها ظاهره وجنب بعض من نص بطنها فوق ظاهر وهي طاحت كذا فهمت؟ ترى يوم زلقت طاحت على يدها اي ويدها جاء فيها شعر مدري كسر ويوم جيناها ونجي ونحط الحبال وذا ونظهرها يوم ظهرناها احنا عيال وابوي معانا عامل نجرها نسحبها وظهرناها ومظهرناها ونسحبها بعيد عن منديل الحفره لما تقوم اي تقوم ما هي بعينها اي قال ابوي ايش توهنت توهنت لازم قال ابوي ايه لا توهنت لا الشيء اللي ضرها ترى توهنت لا تقعد لها الناقه الناقه اللي طاحت توهنت لا تقربها لا تلمسها تلمسها تضرها زياده كانها تو طايحه وانخذت لها اسبوعين الناقه تصدق كم تاخذ لها رجال نعرفها شايب شايب صدق يعرف البلبل شو اسمه ناقته جاء رجال ناقته طاحت قال خلها 90 ليله شوف كم 90 ليله مدة برنامج كامل 90 ليلة ما قامت افجرناها لا لا عندي قال كذا والله اقسم بيت الله انها 89 في ليلتها انها قامت طيب سلام اذا ناقة توهنت لقونا الا بالشيء ولا على الراحة على الراحة عارف لين وقفت لين وقفت ولا اخذت لها اسبوع ها اسمع هذه ما اخذت هاي اخذت لها كم اسبوع من اسبوعين اسلم فهمت اسمع نجيها ونعطيها طعامها محلها وذا وعيت تقوم هناك طيب وحطينا عليها شايك عشان فيها بعر جيراننا تجي تاكل العلب نحطه عندها وتجي ذيك ناقتين من بعرنا تدخل معها تاكل فهمت ويجي العامل وذارهن كان الغافل لا تنعم ويوم انهن رفع الرؤوس هذا العامل من هي له؟ ها؟ البلهجيج اللي انطحت في حلالكم من هي له؟ بعر جاره هو اللي يدوج عند الحلال؟ ها؟ لا 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 ذاك رجال ثاني ذاك جاء وراح وبعدنا كانت نكته ذي مغافلات ياكلن ويوم رفع الرؤوس لدى العامل وراهن وهن يجهلن هن يعدون فهمت؟ للشايك قدامنا هنا حاطين عليها هناك هذيك طايح محله بس ذي اللي يدخلن عليها فهمت؟ احنا حاطين عليها شايك زين؟ وواحد منهن طلعت مع الباب وواحد لا خذت الشايك على وجهها يوم خذت الشايك والشايك لو انا اخذته بنحرها وطاح لا الشايك نزل هم افتر على يدينها وجمعت يدينها وروحت عليش على رقبتها الله يكسر عظمه ذاك عذاب الحلال اسمع ما اللي ايه من ذاك عينه يوم طاحت على رقبتها كذا وجسمها وكل جسمها جاك مروح كذا على راسه فهمت ايه وطاحت على جنب لا والله ما اعرف الا يوم كذا طاحت على جنب زين ويجي العامل يعدلها لا طاحت على جنب اللقمه غصت من ذا وهو ما يدرون ايش فيها
ويدق على ابي قال الناقه طاحت اجل علي وبي يوم جاوب يعاينها الناقه ما تنسى بس تمزق ابوي يقول امشي مش خل اخذ انت تجيب لها والله اللي اعطاها نبن علف للناقه فهمت روح بيه علم الناقه يوم جو ابوي يوم شاف الناقه ابوي ياخذ الماء وهو يجي هو يصبه يقول انا صبيته شفته ظهر علي يقول درت النغ غاص يقول وانا صب وانا صب وانا امشي على فمها اخذت شوي يقول لي الماء يوم راح يقول لي تنسمت بطنك هم منتفخ مره يقول لي تنسمت وخذت له هذيك يوم ماتت الناقه اللي طاحت رقبتها والناقه ذيك خذت لها اسبوع مدري اسبوعين اذكرها وقامت ويوم قامت وتدري لين وصلت عند المراح يوم وصلت عند المراح لذا ايش شفت لا فتح اللي زي كذا من فوق ورتها من ورا جايين مرض ولا مدري شنو يقول الدكتور ان ابوي يوم يعطيها العلاج ما يمشي مع دمها العلاج يتجمع هنا فهمت هم جايين تقول حفره ولك دخلتك ولد داخل فهمت هم ان ايش يظهر تقول زي المخ فهمت جلدها ولحمها يتقطع يطلع ابوي اول ما شاف اخوي جاء وشافه اخوي الكبير يعرف قال سرطان ابوي راح مشداه قال لا ذا اللحم المتراكم ويباله بعطيك علاج له حطه قال بيطري اي بيطري ويجيب ابوي ذاك العلاج ودائما نعطيه اياه فهمت قبل كنا نصب الماء يمتي يطول فهمتهم يمتي لي هم يوم تجي تلمسها تلقى تدري ان يعني مليون ما تلقى ان فتحه داخل كبيره فهمت هم مع الوقت كل ما الفتحه قلت 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 ليه ليه خلاص ما يمديك تحط اللاج من برواز واحد الا هو طالع عليك على طول ليه وجيت هو عندهم وعلى نفس حالتهم اذا عاد الحين هي سلمت ولا راحت لا ان شاء الله سلمت اي بعض الناس ما يعطون خير جاي يد ما دخل فيها صدقت وقد خذالها حل